اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا ونستقبل ضيفنا العزيز الاستاذ خالد عامر ناقدنا الرياضي. مساء الخير ومنور. مساء الفل، برحب بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين. خلينا نتكلم 2017 من الاعوام اللي كانت على الرياضه المصريه الحمد لله حققنا العديد من الانجازات سواء على مستوى الرياضات الفرديه او الرياضات الجماعيه، شفتها ازاي؟ بقى انا 2017 بالنسبه لي كانت سنه فارقه بالنسبه للرياضه المصريه. انا شايف انه كان زي عنق زجاجه عدينا منه بانجازات، مش مجرد انجازات ماديه بس بانجازات نفسيه حتى هتساعدنا في ان احنا نبني عليها للسنين اللي جايه. اولا منتخب مصر بعد ما كان بعيد جدا 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 حتى الترشيحات بيتأهل كاس امم افريقيا بعد ثلاث سنوات ما ثلاث نسخ من البطوله ما بيشاركش فيها ويوصل فاينل ويتأهل على حساب منتخبات قويه مش منتخبات ضعيفه، نيجيريا الابرز مثلا، فاهم قصدي؟ يوصل فاينل وباداء الى حد ما مقنع، مش الاداء الجمالي اللي الناس كانت بتتوازن، بس ده كان منطقي جدا في ظل الاحلال وتجديد ولاعيبه شباب كتير وكده. منتخبات كتير جدا، منتخب الهاندبول النهارده يعني بتمنى له التوفيق، فاز باول ماتشين ليه في كاس امم افريقيا لكره اليد. احنا بس قبل ما يتلعب في الهاندبول ده، دي بس كانت تعقيب سريع. انا قبل ما نقلع هاندبول ما انا وصلت كاس عالم في 2017. ما بالظبط، ما لسه انا لسه ده كان تعقيب سريع بس بذكر الهاندبول يعني. ف وصلت كاس عالم، الانجازات الفرديه عندك لعيبه بتشارك في الدوري الانجليزي اسمها بيسمع، احمد حجازي بعد تجربه احتراف ما مشيتش قوي في فيورنتينا الايطالي وبسبب الاصابه، بسبب الاصابه يعني بسبب اثنين رباط صليبي، مش اصابه واحده، ده في رباط صليبي بيبطل لعيبه كوره، ده هو اثنين. الحماس والقوه والمثابره ان هو يكمل يرجع تاني النادي الاهلي ويكون بوابته الى الاحتراف مجددا في واحد من اقوى الدوريات في العالم، او ان ما كانش الاقوى بسبب الماديات الضخمه المحيطه دي وهكذا. احمد حجازي، رمضان صبحي الناشئ الواعد اللي بيروح بيستكشف لاول مره، لحد دلوقتي مش ماشيه معاه قوي، هنستفيد اكتر في تفاصيل رمضان. ولكن برضو بالنسبه لموضوع كاس العالم يا خالد، يعني احنا بقالنا كام سنه؟ احنا بقالنا من سنه 28 تمام، يعني دخلنا في 28 سنه، وانجاز مصر في تاهل كاس العالم يعني اعتقد انها نقطه فارقه بالنسبه لنا احنا كلنا، يعني أكيد. حاله انتعاشه للشعب أكيد. نفسه اكيد يعني ده النجاح النفسي اللي انا كنت بقول عليه من شويه، انه اللعيبه المصريه دلوقتي احنا خارجين من كبوه عظيمه جدا من 2011 لحد 2016، كانت كبوه في الكره المصريه بعد ما كنا في التوب تقريبا، افضل دوري في المنطقه، افضل دوري في افريقيا، اقوى انديه موجوده في مصر، بس ما كناش برضه بنوصل كاس عالم، بس ما كناش بنوصل كاس العالم. دلوقتي اللعيبه بعد الكبوه دي خرجت من الكبوه على حاجه كبيره جدا، عارف لما تصبر 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 وبعدين تجيب لك حاجه كبيره جدا تخليك تحلم اكتر من اللي كنت بتحلم بيه قبل كده، هو ده اللي حصل. احنا كان احلامنا كلها بتختصر في ايه؟ نكسب كاس امم افريقيا والانديه بتاعتنا تكسب دوري ابطال افريقيا، وبنشارك في كاس العالم على امل ان احنا نحقق المعجزه. ما بقتش معجزه بالتصفيات، ما بقتش معجزه، فاهم قصدي؟ دلوقتي اللعيبه بقت بتحلم ان هي في البعض تمادى ان احنا هنوصل للدور الايه في كاس العالم. طب كاس عالم 2022 هيبقى المنتخب قوامه عامل ازاي؟ الاحلام وصلت الى مدى بعيد جدا. طب هل حصول منتخب مصر على افضل منتخب في 2017 منتخب مصر يستحقه؟ ده كنت لسه هتكلم فيه بالنسبه للالقاب الفرديه. اعتقد ان هو يستحقه، يستحقه ليه؟ على الرغم من مثلا كان مرشح قدامه منتخب الكاميرون. نعم. منتخب الكاميرون حاصل على كاس امم افريقيا. بس انا شايف انه منتخب مصر يستحق هذا اللقب لسببين، اولا تاهل الى كاس العالم، الكاميرون ما تاهلتش الى كاس العالم، ثانيا وصيف افريقيا، ثالثا وهو الاهم ان انت بتعمل ده كله في ظروف الناس ما كانتش متوقعاها، ما حدش كان متوقع ان منتخب مصر يصل الى نهائي افريقيا، ما حدش متوقع ان منتخب مصر ويكسب غانا والمغرب وبوركينا فاسو ويكسب المغرب اللي هي عقدته اساسا، فاهم قصدي؟ يعني الناس انه الناس بتحط الافضليه تبعا للظروف، الظروف المحيطه بمنتخب مصر ما كانتش تاهله ان هو يعمل ده كله، فلما يعمل ده كله حتى وان لم يحصل على اللقب فهو الافضل. نعم. فاهم قصدي؟ فهو حصوله على اللقب يستحقه تماما. كسبان حتى في تصفيات افريقيا، نيجيريا ثم غانا، اوغندا، بوركينا فاسو، المغرب،
وفوز تاني على المغرب قوي على الغانا في تصفيات كاس العالم، تصفيات كاس العالم ووصول الى كاس العالم وتعادل مع غانا بعد اصلا خلاص انت اتاهلت كده كده والدنيا ما بقتش فارقه، انت متعادل مع غانا في غانا في لقاء قوي جدا وحتى اجواء كانت الاجواء مش مساعده ان انت تلعب ماتش كوره كويس، انت بتقدم مستوى قوي جدا ومستوى مميز جدا. كوبر عارف يدرب لعيبته كويس، انا مقتنع جدا ان كوبر ما عندوش اللمسه الجماليه، احنا كشعب مصري احنا دايما بيشبهونا بالدول الفقيره كرويا، بالدول الفقيره ماديا الغنيه كرويا، ده حقيقي زي البرازيل زي ده حقيقي. لان احنا بنحب الجمال في الكوره، احنا بنحب نستمتع بالكوره، بنحب نلعب الكوره الممتعه، فلما يجي لنا مدير فني واقعي زياده عن اللزوم هيبقى متحفظ. احنا كمان هنبقى متحفظين ناحيته. بس لو نظرت الى هكتور كوبر كحاله هتجد ان هكتور كوبر هو الانسب لهذه المرحله، حصل على افضل مدرب حتى في القاره يعني ده بيبين بالظبط مثلا، فاهم قصدي؟ هو الانسب مش من الناحيه الفنيه ولا من الناحيه الجماليه، هو الانسب اللي كنت بقوله من شويه تنظيميا والظروف المحيطه بالمنتخب المصري كان لابد من حد زي هكتور كوبر، زي الراحل العظيم محمود الجهري، لازم حد كده، فاهم قصدي؟ فهو هكتور كوبر عارف يدرب ده، عارف يدرب لعيبته كويس، ودوت خلانا نحصل على لقب افضل منتخب في افريقيا زي ما انت قلت، المباريات والنتائج الرائعه انا بسميها الرائعه المنتخب المصري حققها طبعا، ودي بشكل طب وحصول محمد صلاح على جائزه افضل لاعب في افريقيا يعني بالنسبه لنا كمصريين ده كان حلم من سنه 83 منذ ان حصل عليها كابتن محمود الخطيب، وكان اول لاعب مصري واخر لاعب مصري يحصل عليها حتى جاء هذا الفتى من نادي بسيون او مقاولين بسيون ثم ذهب الى المقاولون ثم رحله احتراف الصراحه كلها كفاح 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 يعني ده مش كفاح ده كفاح بالعرق والدموع والخناقات مع الاهل عشان يكمل في الكوره، ده كفاح ده المفروض يتكتب في كتاب. بس انا اسف ان انا بخرج عن السياق، انا قبل ما اتكلم عن محمد صلاح وحصوله على اللقب بعد من سنه 83 لحد دلوقتي مش قادر اعد الصراحه عدد السنين دلوقتي، انا عندي نقطه صغيره قوي عايز اتكلم فيها، الاقتتال الطائفي اللي بيحصل في مصر مين الافضل ومين البتاع. محمد صلاح اخد افضل لاعب في افريقيا بجائزه رسميه من الاتحاد الافريقي لكره القدم، ومحمود الخطيب الكابتن العظيم الرمز والاسطوره محمود الخطيب حصل على هذا اللقب سنه 83. يخرج ناس يقولوا انه محمود الخطيب اخد جائزه غير معترف بيها، وانه جائزه انه محمد صلاح اول لاعب مصري ياخد الجائزه. يا جماعه هذا كلام غير منطقي. اولا الجائزه دي ما بتكتبش باسم النادي الاهلي ولا بتكتب باسم محمود الخطيب، بتكتب باسم محمود الخطيب طبعا، ولكنها بيقولوا قبلها كلمه المصري محمود الخطيب حصل على افضل لاعب في افريقيا، المصري محمد صلاح حصل على افضل لاعب في افريقيا، لا اهلي ولا زمالك ولا محمود الخطيب ولا محمد صلاح. فانا بس يعني حبيت اشير للنقطه دي لانه حصل حواليها جدل. احنا يعني هو طبعا هو جدل بسيط، نفس الناس اللي هي قالت كده هو الناس اللي بتقول لك اصل المكتب اهم من 3 بونت. ماشي، فهي الموضوع ان بيبقى في عدم درايه، عدم وعي، ده حقيقي، فالامر واضح وقاطع وفصلنا وشرحنا ان في هذا الوقت من الحقبه الزمنيه في سنه 83 كان طريقه نظام افضل لاعب في افريقيا بهذا الشكل، والان اصبحت بهذا الشكل والموضوع مر يعني وباين واضح ومش محتاج ان احنا نقعد نتكلم. ما هو مش محتاج بس انا حبيت اشير ليها بس. نرجع محمد صلاح. نرجع لفوز محمد صلاح وحصوله. بالنسبه للجمهور والشعب المصري والشعب العربي، ان استمرار فوز لعيب عربي وبالظبط بالاخص في مصر، احنا كان بقالنا كتير كان محمد ابو تريكه قرب فتره ولم يحالفه التوفيق، كان حسام حسن قرب فتره ولم يحالفه، احمد حسام ميدو قرب فتره، فكنا مشتاقين لان احنا نحصل عليها مره ثانيه. هل بالنسبه لك ده الحدث الاكبر في 2019؟ الحدث الاكبر هو في 2018، في بدايه 2018 عن 2017 بالظبط. انا بعتبر انه محمد صلاح مقارنته حاليا باي لاعب افريقي، دخوله في منافسه مع اي لاعب افريقي هو ظلم لكل اللاعبين الافريقيين التانيين. محمد صلاح عامل حاله جميله، اولا عامل حاله غريبه في الشارع المصري، الاوساط الرياضيه بقت شغوفه جدا بمحمد صلاح ونتائجه
وأداؤه في الملعب، الناس بقت مهتمة تتفرج على الماتشات وتحلل أداء محمد صلاح أكتر من النقاد والمتخصصين في الكورة. أنا فاكر أول ما محمد صلاح أول مرة يحترف فيها في بازل كنا بنستنى إيه ده محمد صلاح جاب جون، يا الحمد لله إيه ده محمد صلاح. دلوقتي بقى الطبيعي إن محمد صلاح يجيب جون، ولو ما جابش ينتقد. بالظبط كده، بقى الطبيعي إن محمد صلاح، يعني قبل كده بنقول زي ما بنقول دلوقتي عن رمضان صبحي وإن شاء الله يتجاوز هذه الفترة ويبقى زي محمد صلاح وأحمد حجازي، دلوقتي بقينا بنسأل هل رمضان صبحي أساسي؟ هل رمضان صبحي في التشكيلة؟ هل رمضان محمد صلاح في الاول كنا كده، محمد صلاح تجاوز هذا، محمد صلاح بقى طبيعي ان هو اساسي. طب خالد، دخولي وانا كمحمد صلاح، انا عندي تجربه سابقه في تشيلسي ما خدش فرصتي زي دي بروين زي لوكاكو، مع مدير فني متحفظ في حاجات كتير قوي، وفي الاخير مش انا لوحدي اللي يعني لم اخذ فرصتي، لا ده انا في دواهي اخرى يعني دي بروين ولوكاكو و حتى شور اللي لم ينجح معه واوسكار، لا ناس كتير قوي، ناس كتير وكوادرادو مثلا. والآن أدخل إلى ليفربول قادم عليا نقد كبير جدا حتى في بلدي، الكل لا ده مش هيلعب أساسي، لا ده كذا، ومحطم الدوري الإنجليزي بأكمله في كل المباريات، حتى السيتي النادي الأفضل كرة قدم في إنجلترا لم يسلم من لدغات محمد صلاح، كيف كان هذا؟ أنا شايف إن ده جزء من عقلية محمد صلاح والكفاح اللي إحنا كنا بنتكلم عليه من شوية. واضح انه محمد صلاح عنده المينتاليتي بتاعت انه انا ما انا ما بزهقش، انا مش هبطل لحد ما اوصل اللي انا عايزه. المينتاليتي دي هي الحاجه الاساسيه. محمد صلاح مش احرف لعيب موجود في مصر، مش اكتر لعيب فوتوجينيك موجود في مصر، مش اكتر لعيب اعلاميا موجود، بس هو اكتر لعيب منتظم وملتزم داخل الملعب وخارجه، اكتر لعيب مثابر داخل الملعب وخارجه، اكتر لعيب عنده الاراده والقوه الذهنيه ان هو يحقق اللي هو عايزه تحت اي ظرف. انت شايف مثلا حتى هدف زي دوت محمد صلاح بيجيب بدماغه، ما كانش بيجيب بدماغه قبل كده. بالظبط كده، بيجيب بيمينه، ما كانش بيجيب بيمينه. كنت لسه عايز اقول لحضرتك الفكره، انا ايه اللي مطلوب مني عشان ابقى افضل. انا بشوف دلوقتي مثلا الجون مثلا ده محمد صلاح في 2012 في كاس، انا اسف، في 2011 في كاس العالم راح بالكوره دي 3-4 مرات قدام الارجنتين في دور ال 16 دور اقصائي، خسرنا الماتش وخرجنا بضربتين جزاء احرزهم ساعتها اريك لاميلا بتاع توتنهام. محمد صلاح راح بالكوره اللي هو السويرف اللي هو بيعمله دلوقتي، الار 2 اللي هو بقى بيعمله دلوقتي ده، اكتر من مره وبيضيع. هل محمد صلاح دلوقتي هو اللي بيضيع الار 2 دي؟ دلوقتي بقت ماركه مسجله باسم محمد صلاح، يعني لما تقول السويرف اللي في البعيده دوت اول حد يجي في دماغك محمد صلاح، تقريبا ثلاث ارباع اهدافه بالطريقه دي. بس احنا ليه برضه خالد يعني مثلا كره زي دي، بص محمد صلاح في المقطع هو لوحده وسط سته، احنا بنبص على ازاي هو بينهي، لكن الفنيين بيبصوا هو وصل في المكان ده ازاي، هنا ازاي وصل المكان ده ازاي، واللي بيوصل هيجيب، ما كانش دلوقتي هيجيب بكره، لكن دلوقتي بقى بيوصل ولوحده، وهنا الهدف ده بيمينه كمان. انا شايف على ده بيمينه انا شايف ان محمد صلاح ذكي في نقطه، انه مش ملتفت لكلام الناس. هدف صعب جدا على فكره ان هو بيمينه، هو مش متعود يلعب بيمينه ومحاصر باتنين لعيبه، الهدف اللي شغال ده خمسه ولا سته يعني لا انا قصدي الاثنين اصلا قصر النيل اللي حواليه دول وقدامه جون، ومين ده توتنهام والتوتنهام وقدامه جون وقدامه هوجو لوريس، اثنين ثلاثه اربعه بص الاثنين اللي حواليه وقدامه هوجو لوريس ويحطها بيمينه في البعيده، هدف صعب جدا. وفين في جدا جدا. الفكره في الموضوع انه محمد صلاح لعيب ذكي. لعيب ذكي ليه؟ لانه لا يهتم بالتفاصيل ولا يهتم بالكلام اكتر ما بيهتم بان هو مميز في ايه وبيطوره، ومش مميز في ايه بيطوره اكتر. فاهم قصدي؟ مش مميز في ضربات الراس بدا يجيب بضربات الراس، مش مميز في اليمين بدا يجيب باليمين. الناس بتنتقده ان هو ما عندوش مهارات، ويعني ايه لعيب سريع مع كل مقوماته في الحياه ان هو سريع. فكره صلاح حريف جدا. سيبك من هو حريف جدا جدا جدا، وفاكرين في الدوري المصري كان بيتشقلب على الكوره. لا وهو يعني الكوره دي بص سيبك ده دي كوره، ده دي كوره تنم، ده دماغه معجونه كوره. يعني سيبك من القصه جدا. ماشي، انا عندي ميزه السرعه هستغلها، ايه المانع ان انا يبقى عندي بس السرعه؟ انا مش حريف، اوكي؟ انا عندي سرعه فبعرف اضرب خط الدفاع واروح اجيب جون، هل ده يعيب صلاح في شيء؟ يعني ده هو شيء حريف جدا، هو حريف جدا وذكي جدا جدا جدا، وهو كفينشر على الجون اتطور كتير جدا. بص في واحده زيها في ماتش مش متذكر كان بيلاعب مين، بس في ساديو ماني عملها له الناحيه الثانيه، خدها فيرست تايم بشماله في البعيده، حاجه تدل على قد ايه التطور اللي وصل ليه محمد صلاح
على مستوى التهديف. الاجوان اللي انت بتحبها، تخيل الاجوان اللي بحبها، انت بتحب الحاجات اللي هي دي اللفه دي. يعني هقول لحضرتك حاجه برضو، ودي حاجه من الحاجات اللي كانت بتسعدني، تيجي تتكلم مع اللعيبه يقول لك بص اللعيب حطها كده اهوت في الزاويه الثانيه، محمد صلاح اللي هي محمد صلاح، يعني بقت حتى ماركه مسجله ليه. قبل كده كنا بنقولها زمان، كنا بنقولها على روبن، على اريان روبن، على هو روبن اللي بيقطع على المنطقه وبشماله في البعيده. اريان روبن ريح شويه ودلوقتي بقى صلاح. طب انا هسالك سؤال، وانت كمختص حسيت بايه لما جراديولا في مؤتمر صحفي، جراديولا انت تعلم من هو جراديولا، يتحدث عن محمد صلاح؟ ده فخر، ده فخر، ومش انا اسف، ومش جوارديولا بس، ونيمار لما اتكلم عن صلاح، ومورينيو لما اتكلم عن، وكانتي، ثلاث ارباع الناس اللي احنا بنتابعهم على اساس ان هم سوبر ستارز وفيجرز وحاجات ما حصلتش، بيتكلموا عن محمد صلاح على اساس ان هو واحد منهم، واحد من الناس اللي ما حصلتش دي. ده فخر كبير جدا، ده تقريبا الهدف اللي انا بقول لك عليه اهو. ده الهدف، ماتش ستوك سيتي. انا بنحيي برضو الصراحه، لازم احيي لازم الاخراج، يعني شغل فنان. شكرا ليهم جدا. ده فخر كبير جدا لمصر، فخر كبير جدا يدون باسم محمد صلاح، يدون لصالح مصر، وفخر لمحمد صلاح نفسه انه يحط نفسه وسط هذه الكوكبه من النجوم ويبقى واحد منهم، مش مجرد ان هو لعيب كويس ان شاء الله هيبقى في المستقبل، لا هو بقى نجم اوريدي خلاص. طيب هناك تقارير تتحدث عن ان وجود وكيل محمد صلاح في ريال مدريد، في ريال مدريد للتفاوض بشان انضمامه في الصيف المقبل. تمام، هل هذا فعلا صحيح؟ انا عايز اشير لحاجتين، بس عشان الناس اللي بتقول ان صلاح مش حريف بس يشوفوا الجون ده. لا بس هو بص هو يعني حاجه كده ما حصلت. لا هو مش حريف خالص يا جماعه، لا هو مش حريف خالص. المهم التقارير بتقول انه، انا عايز اشير في التقارير دي لحاجتين مهمين جدا، انه بص في وسط كام واحد، ومين ده دفاع ايفرتون، ده ماتش ديربي، بص في وسط كام واحد، ده ماتش ديربي، ماتش الجمهور بره يوترك، يخليك مش عارف تلعب، مش عارف تلمس الكوره حتى في ماتش ديربي وسط الاجواء دي، عامل زي اهلي وزمالك هنا، الناس بتبقى، اللعيبه بتبقى نازله رجلها بتخبط من الجمهور ومن الحماس. تخيل الدوري الانجليزي وحماس الدوري الانجليزي وجمهور ديربي وتعمل كده في يعني، ودولت مدافعين محترمين، ما ينفعش نادي ايفرتون يعني، دول المدافعين ليهم وزنهم في المجتمع، واحد بيقع على الارض واحد يعني. نرجع للتقارير تاني. محمد صلاح في صحفي مختص في شؤون ريال مدريد، يعني تبع ماركا، هو لا مش تبع ماركا، هو تقريبا ديبورتيفو، بس هو موندو ديبورتيفو، موندو ديبورتيفو، بس هو بيغطي ريال مدريد، يعني هو متخصص في ريال مدريد. اتكلم عن انه محمد صلاح، وكيل محمد صلاح، وكيل اعمال محمد صلاح موجود حاليا في ريال مدريد للتفاوض مع المرنجي حول انتقال محتمل لمحمد صلاح الى النادي الملكي. الظريف في الموضوع انه الصحفي ده هو كان اول صحفي انفرد بخبر انتقال جاريث بيل الويلزي، جاريث بيل من توتنهام لريال مدريد. اوكي، ده كان في 2013. انت جبت النموذج الصح، هل يكون صلاح هو بديل بيل في ريال مدريد؟ دي النقطة التانية اللي كنت عايز أشير ليها في التقارير الصحفية. خرجت كتير جدا من التقارير الصحفية في إسبانيا بتقول إن محمد صلاح هو الكانديديت المرشح الأبرز لريال مدريد والبرشلونة الاتنين. ليه؟ قال لك برشلونة بيعاني في ظل غياب، في ظل رحيل نيمار وعدم انسجام ديمبلي أو أي حد بيلعب، وديليفو في الوينج الشمال، انه نيمار عامل ازمه كبيره، رحيله عامل ازمه كبيره، فشافوا مين افضل واحد بيلعب وينج في قاره اوروبا ممكن يحل بديل نيمار في برشلونه، قالوا محمد صلاح، سريع ومهاري وفينشر على الجون كويس وباسير كويس وبيعرف يلعب مع الناس. يعني صلاح تم ترشيحه انه يكون بارسا بلاير، بارسا بلاير وتم ترشيحه نظرا لاصابات جاريث بيل الكتير جدا في الريال، في الريال وابتعاده عن برشلونه وريال مدريد اللي هم اقوى ناديين، اقوى ناديين في اسبانيا وفي مستوى العالم. خلينا واقعيين، طبعا حاليا هم طبعا في هو ماضيا، لكن هو لا ماضيا كان اسم ميلان. انا معاك، انا بحب، انا يعني من عشاق الميلان، ولكن يعني برشلونه وريال مدريد الكلاسيكو، اللقاء ده دلوقتي ما فيش غيرهم تقريبا، يعني فالاثنين بيسعوا للحصول على خدمات محمد صلاح.
ابقى هي اللي بيسعى على الحصول على صلاح هو ريال مدريد بشكل ابرز. برشلونه ما كانش بيسعى، بس طلعت تقارير صحفيه بتقول انه برشلونه لو عايز يعوض غياب رحيل نيمار، يعني فالفيردي ممكن يكون انا عايز الراجل ده بالظبط كده، فاهم قصدي؟ مدير فني الفريق بالظبط كده، فاهم قصدي؟ ارنستو فالفيردي طبعا مدير فني الفريق. محمد صلاح، الحاجه الثالثه اللي عايز اشير ليها بخصوص محمد صلاح، انه طلع موقع اسباني انا مش متذكر اسمه الصراحه دلوقتي، قال انه تم عرض اسماء 2 لعيبه على الاداره، والاداره كلفت ناس بالتفاوض معاهم اللي نادي. هم لاني نادي عرض على اداره على ريال مدريد، على ريال مدريد، على المدريد. احنا كل ده مع ريال مدريد. الاثنين لعيبه هم ديبالا ومحمد صلاح، اوكي؟ ده مركز وده مركز، بس ديبالا بيجيد اللعب في مركزين. اي نعم، ولكن من وجهه نظرك وجود ايسكو واسونسو يعوض مركز ديبالا الى حد ما، ولكن أكيد. صلاح، بس ما فيش حد يعوض مركز صلاح. يعني الان صلاح ممكن يكون افضل الى حد كبير من بيل. هل تتفق؟ انا اتفق مع ده تماما، اتفق مع ده تماما، بس الظريف في الموضوع مش التقرير ده خالص. الظريف في الموضوع انه اللي تم ذكره في التقرير انه كريستيانو رونالدو اشترط عشان خاطر والعهده على كاتب التقرير ده، على الصحفي تقرير، بالظبط، على الصحفي كاتب التقرير الاسباني. هو ده موضوع اسباني، احنا مالناش علاقه بيه خالص. انه رونالدو اشترط عشان يجدد عقده مع ريال مدريد انه ريال مدريد لا تتعاقد مع حد من الاثنين، مع صلاح واحد منهم. قال لا انا مش عايز الاثنين في النادي. دي لا يتعاقد ولا يتعاقد؟ لا ما يتعاقدش، ما يتعاقدش، ما يتعاقدش. نعم. ولا عايز ديبالا ولا عايز محمد صلاح. نعم. ده ممكن نحط تحتها كده خط وعلامه استفهام. هل هو خايف؟ هل هو بيشعر بالقلق ان هو بدا المجهود البدني بتاعه هو كيرفو ما بيقلش، هو جول ماشين زي ما هو، بس المجهود البدني بتاعه بدا يقل شويه. كل الناس متصوره الموقف انه المجهود البدني بتاع رونالدو بدا يقل، فبدا يميل اكتر لدور راس الحربه اكتر من الوينجر. الموضوع مهم جدا، لان ده حديث الشارع. صلاح كويس قوي في ليفربول، يستمر في ليفربول، مش هو ده اللي كنا بنقوله قبل ما يستمر، قبل ما ينتقل من الاساس الى ليفربول، ان هو في ناس كانت متخوفه انه قد لا ينجح. تحيل. طب احنا ليه ما نكملش في طموحنا ان يكون عندنا لاعب مصري افضل لاعب في افريقيا قادر على اللعب ريال مدريد؟ بص، انا هتكلم بالمنطق وبالعاطفه. نعم. المنطق صعب ترفض ريال مدريد. المنطق بيقول انه محمد صلاح لو راح ريال مدريد هينجح جدا. انا مش متخوف. ليه؟ انا مش متخوف. ليه؟ انا لازم اسالك ليه. ليه؟ لانه عقليته كده، عقليه محمد صلاح، هو دايما بيروح الحته اللي بيروحها اي مكان هي. طب ماشي، معلش، هو كان بيلعب في بازل في سويسرا، دوري ضعيف جدا، راح منه على تشيلسي وما خدش فرصه، راح منه على ايطاليا. لا، وراح تشيلسي لما كسر الدنيا وخلص على تشيلسي في ماتش، في اليوروبا ليج. طب راح تشيلسي وما خدش فرصه كويسه محترمه تليق بلعيب زي راح فيورنتينا، خلص على اليوفي، راح دوري عنيف، دوري، وراح روما عكس تماما، خلص على ايطاليا، عكس تماما من الدوري الانجليزي وعكس تماما من الدوري السويسري. دوري عنيف جدا، دوري بيعتمد على غلق المساحات وبتاع، وعلى الرغم من كده برضو عرف يتميز في عده السرعه، وكان هداف الفرقه، وعرف يعمل كل الكلام ده. ساب هذا الدوري العنيف القوي المغلق الى دوري مفتوح بسرعات بمجهود بدني عالي جدا، انفجر، هداف الدوري لحد الاسبوع اللي قبل الاخير، هو الاسبوع اللي قبل الاخير ده، فارق عن هداف الدوري بجنين. يعني الموضوع صلاح عقليته لو راح ريال مدريد هينجح، انا ما عنديش شك. يعني بالنسبه للجمهور المصري ما يتخوفش. لا، ما يتخوفش. يعني طب انا هسالك سؤال، من اللاعب الافضل في الدوري الانجليزي حتى الان؟ من وجهه نظري في كتير، في ديلي الي، في هل هو افضل كريستين اريكسن. الافضل من صلاح؟ لا، يعني اللاعب الافضل هو محمد صلاح حتى الان بالارقام وبالاداء. لا حضرتك، انت فاكرك بتتكلم بعيدا عن محمد صلاح. لا، انا بتكلم بوجود صلاح. بوجود صلاح، لا، صلاح طبعا. أيوة. صلاح طبعا بالارقام. انا ما بجيبش. طب انا بس عايز اشير لحاجه مهمه جدا بخصوص محمد صلاح. محمد صلاح شارك في 30 مباراه في الدوري الانجليزي وفي كاس وفي الشامبيونز ليج، دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال اوروبا. في ال 30 مباراه احرز فيهم 24 هدف، وصنع لزمايله 9 اهداف. لو عملنا نسبة مشاركاته في الأهداف لفرقته في 30 مباراة هو شارك فيهم، هنلاقيهم 33 هدف.
يعني ابتدى بقى يخش في مرحله ميسي وكريستيانو، اللي هو انت ايه على قد الماتشات انا بجيب جون اكتر. طب خلينا نعدي حته ثانيه غير دي، القيمه التسويقيه لمحمد صلاح. نعم، القيمه التسويقيه لمحمد صلاح كانت قبل الموسم ما يبدا، القيمه التسويقيه لمحمد صلاح كانت 60 مليون يورو. 60 مليون يورو ولا استرليني؟ لا لا يورو. نعم حلو. وليفربول خدوه ب 42 مليون يورو، وطلعت جريده ذا سن الانجليزيه قالت ان محمد صلاح الصفقه الانجح في الدوري الانجليزي حتى الان. مش ده ساعه لما راح، الصفقه الانجح في الدوري الانجليزي مش كاداء ومش كارقام، لانه ما كانش لسه عمل اداء ولا ارقام، ولكن كمستوى الصفقه. كان مستوى الصفقه ان هو قيمه ماليه، قيمته 60 مليون، انتوا عرفتوا تاخدوه ب 42 مليون. نعم. محمد صلاح النهارده قيمته 104 مليون. حلو. قيمه كريستيانو رونالدو 91 مليون، القيمة التسويقية بالنسبة لكريستيانو رونالدو النجم كريستيانو رونالدو السوبر ستار. بس أنا أعتقد إن كمان يعني محمد صلاح في ظل بيع كوتينيو بهذا المبلغ أعتقد إنه هيجيب أكثر من كده. هيعدي بكتير، هيعدي بكتير. يعني هيعدي 140 مليون بكتير. بس كمان. إحنا بنتكلم، ما بنتكلمش على الـ الأرقام اللي بيدفع فيها، لأنه أحيانًا بيبقى يعني مثلًا زي ديمبيلي. ديمبيلي راح بمبلغ فلكي 160 مليون تقريبا، انا مش متذكر الرقم بالظبط، بس تقريبا كان 160 مليون، وهو قيمته السوقيه فعلا كانت تقريبا 54 مليون. دي نقطه ثانيه. فانا ما بتكلمش على الرقم اللي ممكن يدفع في صلاح، لا صلاح ممكن يدفع فيه 150 160 مليون مرتاح. فقصدي انا بتكلم على القيمه السوقيه بالنسبه لمحمد صلاح 104 مليون، كريستيانو رونالدو 91 مليون، ليونيل ميسي اللي انا بعتبره مش كائن بشري اساسا، هو كلنا مش 117 بالظبط، 117 مليون. اتكلم الفرق ما بين محمد صلاح قرب وليونيل ميسي، قرب، هو قرب 12 مليون، هو قرب. احنا مش بنقول ان هو برضه عشان الجمهور ما يحسش ان احنا بن 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 يعني بنبالغ، ولكن احنا عندنا لاعب مصري ابن بلدنا قرب. ده حقيقي. وعلى فكره مش احنا اللي بنبالغ، مش احنا اللي بنبالغ، ده دي الحاجات اللي احنا بنقولها دي، او الارقام ما بتكذبش، ده ارقام ومش احنا اللي عاملينها. يعني القيمه السوقيه دي اللي عاملاها هيئه المحترفين في انجلترا، مش احنا اللي مطلعين. يعني انت برضه عشان نصل مع مشاهدينا، محمد صلاح قادر على التالق مع ريال مدريد جدا، وفي حاله ذهابه الى برشلونه قادر على التالق مع برشلونه. يعني اتوقع ده بشده، يعني قادر على الدخول في اي تجربه وان كانت تنافسيه على اعلى مستوى، وانه وينجح فيها لانه افضل لاعب في افريقيا، لان جربنا كمان، لان شفناه في دوري الابطال، شفناه في الدوري الايطالي، شفناه في الدوري الانجليزي، وفي كل المباريات صلاح لم يخيب ظنون محبيه، فلا هينجح. طيب هو ليفربول عنده اللقاء القادم امام سوانزي سيتي، سوانزي، وسوانزي بيعاني في الدوري الانجليزي، هل ممكن صلاح يواصل مستواه التهديفي ويصل الى مقارنه او مواصله الصراع؟ وعنده صراع بقى هو وهاري كين. هاري كين، وعلى الرغم ان الصراع دوت يعني يمكن صلاح الى حد ما بيتعب فيه اكتر، يعني هاري كين سنتر فيلد الناس بتجيله، وصلاح هو اللي بيصنع وبيحرز كمان. ده حقيقي. صلاح، بس هو اللي مساعد صلاح نوعا ما، انا هرجع طبعا للنقطه بتاعه سوانزي سيتي، بس اللي مساعد صلاح نوعا ما فيما يخص الصراع مع هاري كين، انه طريقه لعب يورجن كلوب وليفربول في عدم وجود راس حربة صريح بمعنى الكلمه، هو في صريح. راس حربه، هو في راس حربه، بس هو راس الحربه راس الحربه بتاع ليفربول هو ميز رانر. نعم. ميز رانر اللي هو بيعتمد على الجري كتير والروتيشن مع اللعيبه التانيين، مع الوينج ليفت والوينج رايت، اللي هو فيرمينو بيعتمد على الروتيشن ما بينه وما بين صلاح، بيسقط ويطلع ساديو ماني مكاني، فهو ميز رانر اكتر منه فوكس ان ذا بوكس. بقى هاري كين فوكس جدا، يعني ثعلب صندوق، هو جوه الصندوق يخطف اي حاجه. بس اقول مصطلحاتك دي حلوه، بس بالنسبه للانجليز بتتفهم، هو فوكس ان ذا بوكس ان هو ايه، واحد بيخطف جوه الصندوق يعني مهاجم صندوق بالظبط كده، مهاجم صندوق ما بيلعبش بره، هو بيلعب جوه، هو بيخطف اي حاجه، عامل زي عماد متعب عندنا كده، القناص رقم واحد، اي كره معديه قدام ال 18 هيلطشها جون. عكس مثلا ابو تريكه، عكس بركات، عكس الناس دول اللي هم اللي بيلعبوا لتحت شويه، فاهم قصدي؟ نرجع لموضوع سوانزي سيتي. سوانزي فريق الى حد ما في المتناول، ما اعتقدش ان هو هيبقى اصعب من سيتي، ما اعتقدش ان هو هيبقى ارخم من دفاع سيتي. صلاح برضو لازم نشير ان الجون اللي دخله العالمي في مرايش حارس مرمى مانشستر سيتي هو غلطه مرايش في الاساس، بس فيها حسن تصرف رهيب من محمد صلاح. بس لو استبعدنا الجون، عشان الناس ممكن تقول طب ما هو ما عرفش يعمل حاجه مع دفاع مانشستر سيتي،
لو استبعدنا الجون هو عامل اسيست لساديو ماني بعد ما مودى الناس كلها في ناحيه وودى ساديو ماني ياخد الكره بيعدي من اي حد هو بيعدي من اي حد صحيح ده حقيقي بيعدي من اي حد يعني قدامه خلينا واقعيين يعني حتى في لقاء الدور الاول اللي السيتي اكتسح فيه هو كان هو برضه كان يعني بيلعب كان مدي اوتوماندي يوم قاسي يعني حتى لما زي ما قالت الصحافه البريطانيه هو على فكره هو بيدي اي مدافع قدامه انا فاكر لما لعب ريال مدريد راموس وراموس ومارسيلو شقيوا معاه يعني يا عيني بقوا بيجروا جري ايام روما مش ايام روما مش يعني هو اي مدافع هيلعب على صلاح طب تفتكر ان هذا اللقاء يعني انا كمان ايه انا شفت صلاح قدامي قدام مدافعين انا معايا سيرخو راموس افضل مدافع في العالم ومارسيلو هو افضل ظهير ايسر راموس هل هذا من اهم النقط اللي خلت ريال مدريد تحط عينيها على صلاح ان الراجل حتى قدامي كان يعني مش قادرين يوقفوا اكيد ما هو الحكم بيجي اكتر بالاحتكاك المباشر انا مش هعرف محمد مش هعرف احمد مش هعرف حسين غير لما اتعامل معاه بشكل مباشر هسمع عنه من الناس وهشوف له فيديوهات وهعرف منه كل الكلام بس لما اسلم عليه واقعد معاه على ترابيزه واحده واتكلم معاه وش لوش هعرفه اكتر الفرق في فيديوهات وفي الدنيا منطوره في سكاوترز وفي متابعين في كل حاجه في الدنيا بس افضل طريقه ان انت تشوف بيها لعيب ان انت تقابله في الملعب الكوره عامه احنا لما بنلعب كوره لما اقعد على الخط بره اقول ده بيعمل كده ليه ده المدافع ده غلبان ده مش عارف ايه ده ممكن اخده على السبت ده ممكن اجري لما انزل والاقي المدافع بيعمل معايا ايه والاقي نفسي اوت اوف ما عنديش حلول فاهم قصدي يعني انت هو شايف انها ممكن يكونوا ممكن شبيهة لطريقه انتقاله لتشيلسي بالظبط هو راح تشيلسي زي ما كنت لسه عايز اشير ليها هو راح تشيلسي ازاي وراح تشيلسي لما قابل تشيلسي مرتين او ثلاث مرات في الشامبيونز ليج وقابل توتنهام اللي هو برده في الدوري الانجليزي في انا اسف في الدوري الاوروبي مش في الشامبيونز ليج في اليوروبا ليج وكان حتى لقاء توتنهام كان مدي جاريث بيل واحده كده غزله واحده وبعدين جاريث بيل اداله وبعدين اداله جاريث بيل اتقمص منه فراح ضربه طبعا فاهم قصدي فهو مباراه صلاح امام او روما امام ريال مدريد في دوري الابطال الموسم اللي فات اعتقد ان هي كان ليها اكبر الاثر في وضع صلاح تحت منظار معين ان هو بقى خرج من فئه اللاعبين الموهوبين الى فئه اللاعبين الكبار الطب. اللي هم بالظبط كده تتفق معايا ان صلاح من ابرز المرشحين على الحصول على جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم لا ما اختلفش طبعا ما اختلفش واتوقع ان هو هيحصل عليها لو كمل بالمستوى اللي هو بيشتغل عليه انا عايزك تبص كده للشاشه ودي لقطه صراحة بتعبر عن شخصية صلاح يعني كأس العالم كنا كسبين 1-0 وتعادل منتخب أوغندا وقبل ضربة الجزاء محمد صلاح طبعا الحلم وحلم هو حاسس برضه ما تنساش ان ده حاسس ان شال 100 مليون انا اولا بشكر الاعداد ان هو جاب اللقطة دي لان انا كنت هتحدث عليها بس في موضوع تاني ميزة صلاح كنت هتكلم عن ميزة صلاح عن بقية لعيبة المنتخب فطالما احنا جبنا اللقطة دي اسمح لي تاني اخرج بره السياق واجيب واحد من انا بعتبره واحد من افضل اللعيبة اللي موجودين في مصر ولا يقل شيء عشان بس ما نطولش هو محمود حسن تريزيجيه ما احنا هنتكلم عنه تريزيجيه هنتكلم عنه طبعا تريزيجيه لا يقل في اي شيء لا في قوة لا في مهارة ولا في سرعة ولا في حسن تصرف عن محمد صلاح أنا بعتبر تريزيجيه عارف دايما بيبقى فيه السوبر ستار وفي واحد نفس خامة السوبر ستار بس هو مش عليه الأضواء قوي هو تريزيجيه اللي مش عليه الأضواء قوي طب هنا هو محمد يعني صلاح تحول من الانكسار للروح ده حقيقي في جزء من الثانية يعني محمد صلاح يتميز عن تريزيجيه الحاجة الوحيدة اللي يتميز فيها عن تريزيجيه هي الروح القيادية بتاعت صلاح. اللقطة دي لازم تريزيجيه هو اللي كسر يعني هو اللي عمل الفارق ونزل هو اللي عمل الفارق وهو اللي عمل الفارق في ماتش غانا ضربة الجزاء اللي جابها. تريزيجيه لاعب مهم جدا بس بتنقصه احنا بتنقصنا في المنتخب كله واسمحوا لي طبعا اشير لنقطة مهمة جدا. كل المنتخب في غياب حسام غالي بيفتقد إلى القائد. تمام؟ في غياب حسام غالي بيفتقد الى القائد في الملعب ويفتقد لحسام عاشور ويفتقد لعمرو السولي لا حسام عاشور ده لغز الالغاز اللي انا مش فاهمه والله العظيم انا مش يعني ده لغز الالغاز بس انا بتكلم على فكره القياده جوه الملعب احنا بنفتقد جدا حد بروح حسام غالي
اشكر جدا محمد صلاح على اللقطه اللي فاتت دي، لان هي رجعت لنا شويه من روح حسام غالي في المنتخب، او مش حسام غالي، رجعت لنا روح القائد في المنتخب. صلاح مش اكبر لعيب سنا في المنتخب، ومش اقدم لعيب في المنتخب، ومش هو الكابتن، ومش شايل شاره، بس هو محمل بهموم كل الطموحات كانت عليه. خلينا نبقى واقعيين يعني، برضه حتى كوبر في المؤتمر يعني في احد المؤتمرات الناس سالته انت ليه بتلعب باصي صلاح؟ قال لهم ده ليفربول نفسه بيلعب باصي صلاح، ازاي انا ما العبهاش؟ بالظبط كده، بالظبط كده، ليفربول صحيح بيلعب باصي صلاح، بس يعني هو ليفربول بيلعبها بطريقه مختلفه شويه، بس ما علينا. هو الالفا، بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده. وفي روما كان هو برضه هو وبيانيتش، وبيانيتش مشي بقى هو بس لوحده. فانا بقول، انا كنت عايز اتكلم عن اللقطه دي، انه بسبع دقائق فارقين جدا في تاريخ مصر، سبع دقائق ممكن يهدوا اجدع لاعب باقوى شخصيه موجوده في العالم. نعم. حلو؟ امام هذا الحمل والطموحات بتاعه ال 100,000 اللي موجودين في الاستاد، وال 100 مليون اللي موجودين بره، وكل الانظار متوجهه نحو محمد صلاح تحديدا، مش لانه ده كان قبل ضربه الجزاء بكتير، قبل ركله الجزاء بتاعت مصر بكتير، فتره نعم، بس كل الانظار موجهه نحو محمد صلاح لانه هو الابرز، هو النجم الابرز في المنتخب. ورد الفعل يكون كده ما بين، بص لو تابعنا اللقطه، هو مش عارف يعمل ايه، هو زعلان ومنكسر وفي نفس الوقت مستعجل عايز يجيب الكوره، بيحذف الكوره وبيشجع الجماهير وبيصرخ في زمايله، هو بيعمل حاجات كتير قوي مع بعض بروح قياديه جميله جدا، انا بشكره عليها جدا، وبتمنى ان هو يكمل بالطريقه دي. بنشكره وبنتمنى له مواصله التالق. ده حقيقي. بصراحه يعني انا متوسم خيرا ان هو ان شاء الله يكون اول لاعب مصري يحصل على افضل لاعب في الدوري الانجليزي، وهو قادر بصراحه. أتمنى. هو الافضل حتى الان، مهما كان هاري كين بيجيب اجوان، ولكن دوره داخل توتنهام مش زي دور صلاح، مش زي دور صلاح، بس بشرط ان هو يستمر على المنوال ده، وان شاء الله رب العالمين يبتعد عن الاصابات ان شاء الله. انا عايز اخدك للاعب من اللعيبه برضو من كتيبه الموهوبين، ولكن برضو بيواجههم نفس سهام الانتقاد اللي كانت بتواجه صلاح في بدايته. رمضان صبحي، مع الفارق ان رمضان ابتدى مع ليفل 5 او ليفل 10، عكس ان هو يروح ليفل اقل شويه تدرج فيه. شايف تجربه رمضان صبحي حتى الان وهو في هذا المرحله العمريه، في هذه المرحله العمريه، ازاي حتى الان في الدوري الانجليزي مع ستوك سيتي؟ بقى انت جاوبت على نفسك، ان هو بدا من ليفل 5 او من ليفل 10. لاعب صغير في السن، خارج من نادي كبير جدا في افريقيا، النادي الاكبر في افريقيا، نادي القرن، ولكنه مش ستوك سيتي، مش توتنهام، مش ليفربول، مش دوري انجليزي، مش دوري ايطالي، مش دوري الماني. ميزه صلاح عن رمضان صبحي ان هو بداها من تحت قوي، بداها من بازل، وبعدين اعاره لكذا، وبيع نهائي، ثم روما، ثم ده شكل شخصية صلاح في الملعب وخارج الملعب. رمضان مشكلة ان هو، وصلاح لما راح برضو راح في سن اكبر شوية من رمضان. رمضان رايح عنده 18 سنة، لعيب صغير جدا، يعني يعتبر مش يعتبر هاوي، فاهم قصدي؟ يعني هو طبعا رمضان موهبة عظيمة، بس مشكلته انه راح على ليفل عالي قوي عليه من ناحيه مره واحده، رتم السرعه في الاداء. طبعا طبعا. انا ما بتكلمش يعني على موهبه، مش الموهبه، ما بتكلمش على موهبه، موهبه محمد صلاح، موهبه، انا اسف، رمضان صبحي. يعني احنا لو اتكلمنا على رمضان صبحي، انا يعني طبعا انا اسف جدا ان انا بقارن ما بين الاثنين، لان انا ما بحبش اقارن ما بين اللعيبه، بس لو قارنا موهبه رمضان صبحي، حرفنه رمضان صبحي، خلينا هي تفوق بكتير جدا لعيبه كتير قوي. ده حقيقي، فاهم قصدي؟ بس رتم سرعه الاداء في الدوري الانجليزي، النسق بتاع الحياه في انجلترا، والاحتراف والالتزام الشديد جدا جوه الملعب وبره الملعب، وبتوجيهات المدرب بره غير هنا خالص، يعني انا هقول لك حاجه، قصه مختلفه. هقول لك حاجه، يعني كل الانديه في الدوري الانجليزي بتلعب برتم سريع جدا. النادي الاهلي في مصر هو النادي الوحيد حتى الان اللي بيلعب برتم سريع جدا، حقيقي، عكس بقيه الفرق، لكن هناك الدنيا كلها سريعه، مفيش حد بيمسك الكوره كتير، لا خالص خالص، كتير. واللي بيمسك الكوره كتير بينتقد على فكره. طبعا ده كان ماتش ودي رمضان صبحي لعبه ده في بدايه انتقاله الى ستوك سيتي. الفيديوهات اللي قدامنا، رمضان احرز هدفين، بدات المكنه بدات تطلع قماش اهو. بس انا متخوف على رمضان في نقطه، اللاعب المصري لاعب عشري
طبعا احنا هنستثني اللعيبه انت بتتكلم الأجانب. انا مشكله اللاعب المصري في الخارج في الاحتراف الحنين الى الوطن بالظبط. لا لا مش حنين الى الوطن انا بتكلم على جزئيه ثانيه خالص. لاعب عشري مع الاجواء المحيطه بيه. نعم. راح على مارك هيوز وجيب بول لامبت. انا متخوف انه هذا التغيير في الجهاز الفني او التغيير في طريقه التعامل وطريقه اللعب والريتم والاداء والحاجات دي كلها تفرق مع رمضان صبحي. طب خالد، هل يتم تقييم رمضان بالنسبه للجمهور وبالنسبه للفنيين على اساس ان هي حتى هي مرحله تعلم، يعني هذه المرحله مرحله تعلم ولا مرحله تاقلم تالق؟ لا هي لا هي طبعا مرحله تعلم وتاقلم. انت قلتها صح في الاول. هي مرحله تعلم وتاقلم. نعم. لانه زي ما قلنا احنا خرجنا عن موضوع الحديث فنرجع تاني. هو احترف في سن مبكر وفي مستوى ما اعتادش عليه قبل كده. يعني انت عايز تقول للجمهور انه اصبروا عليه لحد ما يتودج؟ اصبروا. احنا مستعجلين على ايه؟ فاهم قصدي؟ هل حد يختلف على موهبه رمضان صبحي؟ هل حد يختلف على بالظبط كده؟ هل حد يختلف على رمضان صبحي لعيب لو قلنا مميزاته بخلاف المهاره؟ لان المهاره دي انا اخر حاجه ببص عليها. هو عنده شخصيه. عنده شخصيه قويه جدا. لعيب بيلعب تحت ضغط كويس جدا، ما بيفقدش الكره بسهوله. اسيست ماتش نيجيريا مثلا. لعيب نازل في وقت وفي اجواء وفي عنده كام سنه ويعمل الاسيست زي ده. يعني هو عنده شخصيه، ما بيفقدش الكره بسهوله، وقوي بدنيا وبيعرف يحجز على كورته. فاهم قصدي؟ لعيب كل اللي ناقصه ان الناس تصبر عليه شويه. لحد هو صلاح قعد كام سنه في الدوري السويسري؟ سنتين صح، من 2012 ل 2014. نعم. رمضان لسه منضم ولعب اولمبياد في هذه الفتره، ولعب يوروبا ليج، ولعب كاس عالم للشباب قبلها، ولعب في عنده خبرات. عنده تراكم خبرات كبير جدا. رمضان صبحي لم يتعرض الى هذا التراكم من الخبرات. وراح في مستوى عالي زي ما بنقول. نصبر عليه شويه. حملات النقد الفظيعه على رمضان صبحي. طب بلاش رمضان صبحي، حملات النقد الفظيعه على محمد النني. احنا هنتنقل على النني. هنتنقل. بس انا عايز اقفل الاول رمضان. رمضان صبح. رمضان مع بول لامبرت. هل عليه ان هو ممكن يجتهد اكتر بحيث انه يخطف الانظار؟ ولا ما هو الدور اللي على رمضان الان مع مدير فني جديد لستوك، وخاصه لستوك في مرحله صعبه؟ هما ثلاث حاجات ما لهمش ثالث. اول حاجه التزام بره الملعب، لانه المدير الفني اول حاجه بيبص عليها اللعيب ده هل لعيب محترف ولا لعيب جاي يقضي وقت. نعم. فالتزام بره الملعب عشان خاطر يدي ايمج كويس، صوره ذهنيه كويسه للمدير الفني الجديد. الاجتهاد جدا في التمرين، لانه التمرين هو بوابته للمباريات. نعم. والاجتهاد في التمرين ما بقصدش بيها ان هو يجود، الاجتهاد فيما يكلف بيه. تالت حاجة وهي الأهم وهي بتبقى دايما أصعب حاجة على لعيب الكورة، الالتزام نصا في الفترة دي، الالتزام نصا بتعليمات المدير الفني. ليه صعبة؟ أولا صعبة لأن أنت محاط بجماهير كتير جدا وعايز تبان قدامهم دور اللي ما حصلش. ده ممكن يخليك تبقى أسوأ واحد في الملعب، وقد تكون أسوأ واحد في الدوري كله. الالتزام أو ممكن تبقى في نظر الجمهور سيء وما بتقدمش جديد، بس في نظر المدير الفني اللي هو اهم واحد في المنظومه انت اهم لعيب عندي. فاهم قصدي؟ الامثله في اوروبا كتير جدا، زي جاتوزو مثلا في اي سي ميلان. جاتوزو كان بيتحط عليه 10 لعيبه. ليه؟ جاتوزو ابيض كوره، ما عندوش كوره، ما بيعرفش يوقف، ما ابيض. فاهم قصدي؟ بس هو ايه؟ فايتر جدا، مقاتل جدا، وملتزم جدا. هي دي المدير الفني اهم حاجه عنده رمضان صبحي، لازم يبقى ملتزم بكل تعليمات المدير الفني داخل الملعب بالنص. ده اللي هيخليه يلعب ماتشات كتير ورا بعض، وده اللي هيخليه بعد كده يبقى اساسي ويجيب ماتشات ويتالق ويعمل كل حاجه. هذهب الى محمد النني. محمد النني من اللعيبه اللي بقى لها فتره في الاحتراف، خد فتره مهمه في بازل، انتقل الى الارسنال، تالق في العديد من المباريات، غرزها امام برشلونه بيسجل هدف، وكان عامل جيم كبير جدا على يعني افضل فرقه بتلعب كره في العالم، افضل خط وسط في العالم، يعني ملعب قدام راكيتيتش وبوسكيتس وانيستا، واظهر بهذا المستوى. ده شيء يعني طبعاً ما بيتكررش كتير، بل بالعكس انا بحرز هدف ثم لا يشارك، ثم يشارك في اليوروبا ليج ويبدع، ولا يشارك في الدوري مره اخرى. تفسر بايه عدم مشاركه النني اساسيا مع ارسنال فينجر؟
افسر بايه؟ لا دي تفسيرها عند ارسن فينجر. افسر بايه عدم مشاركه محمد النني؟ هو خطا فادح من ارسن فينجر ولا يلام عليه ان هو ما بيشاركوش. ليه؟ انا احنا معنا على الهاتف كابتن مصر طبعا ونادي بقى ايه انديه كبيره قوي يعني كونيا سبورت وتركيا كلها. كابتن عبد الظاهر ساقم سخير ابو الكباتن وحشني. كابتن عبد الظاهر. كابتن عبد الظاهر حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كله تمام؟ كله تمام. تحياتي وتحيات الاستاذ خالد عام. تحياتي لك كابتن عبد الظاهر. كابتن عبد الظاهر كنا بنتحدث عن المحترفين المصريين. في البداية بدأنا بمحمد صلاح وحصوله على أفضل لاعب في أفريقيا. بالنسبة لمحمد صلاح في المرحلة القادمة كابتن عبد الظاهر، هل شايف أن صلاح ينافس على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ أكيد طبعا هو هينافس بقوة لأن هو حط كان طول حجر الأساس كده أول خلاص الراجل في هداف الدوري الثاني هداف الدوري الانجليزي وبينافس بشكل كبير جدا على هداف الدوري ماشي بخطوات ثابته ما ينقصوش اي حاجه ان هو ينافس على احسن لعيب الدوري الانجليزي لان لما تيجي تقيس هتلاقيه اكثر تاثيرا في فرقته هتلاقيه اكثر اشتراك اكثر يعني حد بياخد احسن لعيب في كل اسبوع بيتحط في منتخب الاسبوع بيتحط في منتخب الشهر الارقام هي سمه الاحتراف لا الارقام هي سمه الجوائز نعم وليست النوايا والعواطف والكلام ده كله يعني ما فيش جائزه بتتاخد الا لما يكون في كمبيوتر شغال بيقول الراجل ده ياخد احسن لعيب ليه نعم هو برضه في معطيات كتير قوي بتقول ان هو ليه ياخد احسن لعيب احسن لعيب لانه خد احسن لعيب في افريقيا مؤثر في فرقته قدر ان هو يجيب في دور اول اهداف كتير الموسم ان شاء الله ما خلصت وهو طول ان شاء الله رب العالمين ربنا يكفيه شر الاصابات على هو اللي ماشي كده ماشي مع تنافس كويس جدا ممكن يطلع هداف او ثاني هداف وده بشكل كبير جدا مؤثر كان مؤثر ان هو يحط فرقته في مكانه كويسه بياخد كل ماتش رجل الماتش فده في حد ذاته بيجي يقيسه عليه اي لعيب ثاني فاللي بيتفوق في الارقام هو اللي بياخد احسن لعيب طب كابتن عبد الظاهر بالنسبه لمفاوضات ريال مدريد مع محمد صلاح هل شايف دي النقله الامثل ولا يصبر ويستمر مع ليفربول؟ لا 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 النقله الامثل طبعا لو في مفاوضات مفاوضات جاده وانه يروح طبعا عايز اقول لك ان كل لعيب بيجي له فتره في حياته بيبقى زي ما بيقولوا يعني نجم او مكسر الدنيا او محقق ارقام ممكن ما يقدرش يحققها بعد كده فطبعا لان بعد كده الضغوط بتزيد عليه وبعد كده الفرق بتعمل حسابه بشكل كبير جدا انما في اول طلعته كده يعني انا شايف ان هو يروح ويروح بشكل قوي جدا ويروح هو نجم الكاميرا دايما بتلف على الناس بتلف على اللعيبه فالنهارده الكاميرا محطوطه على محمد صلاح وهو في احسن حالاته احنا مش ضامنين السنه الجايه يكون فيها ايه مش ضامنين السنه اللي بعديها هيبقى فيها ايه لكن هو لازم الفرصه بتيجي مره واحده في حياه البني ادم النهارده فرقه زي ديت هيوصل لبعد بعد ايه بعد كده بعد ريال مدريد مش هيوصل لحاجه برشلونه بقى فده احسن فرقتين في العالم لما تيجي لي اول فرقه لازم اروح على طول. طيب كابتن عبد الظاهر هتكلم معاك عن تجربه رمضان صبحي وحضرتك لعيب وعندك خبرات طويله في الاحتراف. هل بالنسبه يعني النصيحه اللي بتقولها رمضان صبحي تكون ايه في هذا التوقيت؟ بص هو طبعا في واحد بيروح يوفق ويلاقي مكانه محجوز ويحجز مكانه بشكل كبير جدا وعارف هو رايح ليه ودي عوامل كتيره جدا في الشخصيه ما بتبقاش في كلاعب كوره كل الناس عندها لعب كوره ما حدش فينا يختلف على رمضان صبحي ولا موهبته ولا كل المعطيات بتديله انه ينجح نعم حياته فيها استقرار بشكل كبير جدا التوفيق من عدم التوفيق ده ممكن ما يكونش ملازمه لكن الاهم اللي رمضان لازم يعرفه ان هو لازم يحط ان هو عمل بالاسباب ولا لا عمل باسباب النجاح ولا لا لو عمل بكل اسباب النجاح يبقى هينجح لو ما نجحش السنه دي هينجح السنه الجايه ولو ما نجحش السنه الجايه هينجح اللي بعديه لان زي ما انا بقول لك الارقام ما بتكتبش وهو لازم يكون عنده هدف
وطموح اعلى من كده، لان موهبته بتقول كده. هل شايف يعني يا كابتن عبد الظاهر ان رمضان سنه الصغير محتاج يعني يتاقلم اكتر، محتاج ان هو يتعلم حاجات اكبر بحيث انه يصل الى المشاركه كاساسي؟ لا خلاص، هو يعني المفروض عدى القصه دي خلاص، يعني المفروض هو راجل داخل اهوت على سنتين في الدوري، فطبعا لا خلاص هو المفروض خلاص عايش في الجو، وعايش خلاص بقى عارف الكره الانجليزيه عامله ازاي، وعارف ايه متطلباتها، ان انا اقدر اعمل ايه، اغير ايه اللي انا ناقصني، ايه اللي انا اقدر اغيره عشان العب، ايه المدرب عاوزه مني عشان اشتغل على نفسي فيه، انا مقصر ولا مش مقصر، كل العوامل ده بيحسبها مع نفسه وبيشتغل عليها. لو انت جيت شفت صلاح من سويسرا هتلاقيه اختلف اختلاف جامد جدا، لانه اشتغل على نفسه. نعم. وشاف في كل مرحله من المراحل عاوز ايه وعملها. هي بتبقى محتاجه تضحيه بس من لعيب شويه، وبتبقى محتاجه يعني شده شويه على النفس وتضحيه زي ما انا قلت. لكن ما فيش شك ان رمضان ان شاء الله رب العالمين يعني لازم يبص كمان لكاس العالم، ان تارجت دول ان هو هيعلي سعره ولازم يلعب فيه بشكل كويس. انا شايف ان احنا بعد كاس العالم ان شاء الله نقدر نزود المحترفين بتوعنا، يبقى عندنا كميه اكبر ان شاء الله. طب هل زياده عدد المحترفين يا كابتن عبد الظاهر بتؤثر بالايجاب على منتخب مصر؟ طبعا بشكل كبير جدا. الثقافه خلاص بين الثقافه، زي الولد اللي حد بيروح يتعلم بره يعني يروح بيتعلم في انجلترا مثلا، نعم، ويلاقي فكره وشخصيته كلها اتغيرت، نعم، بسبب الاتموسفير والجو العام اللي هو عايش فيه والاحتكاكات اللي احتكاها، معاملته مع اللعيبه تبقى عامله ازاي، احترافه، التزامه، عارف ان انا راجل محترف يبقى دي شغلانتي، يبقى انا عليا واجبات ايه وعليا حقوق ايه. فبشكل كبير طبعا بتتغير من ثقافه اللعيبه. انت النهارده اللعيبه النهارده لما تلاقي محمد صلاح راجع لهم في المعسكر بشكل كبير جدا بيستفيدوا منه، ده اللي احنا بنشوفه يا جماعه، بيلعب مانشستر يونايتد، الراجل ده هو اللي مكسر الدنيا، بيقعدوا معاه بيلاقوه في المواضع بيحكي لهم، كل دي ثقافات بتنقل للعيبه في المعسكر، فكل ده بيتعلم طموح اي لعيب في معسكر منتخب مصر. طيب. واكيد اكيد كابتن عبد الظاهر عايز اسالك عن تريزيجيه، خاصه ما بيلعب في قاسم باشا فرقه في تركيا، وانت طبعا خبير في الدوري التركي، شايف تريزيجيه بيؤدي بشكل كويس؟ بص انا كان عندي زياره مع تريزيجيه من شهر، نعم، وكنت رايح نهايه الدور الاولاني. انا شخصيا يعني في انديه كبيره جدا اتكلمت معايا على اساس ان عارفه ان انا يعني من بلد تريزيجيه، على اساس ان هو يروح ليها. نعم. معروض عليه كذا فرقه كثيره، بشكتاش، فنربطش، جالاتا سراي، ترابزون، ده يعني بشكتاش، جالاتا سراي، مين تاني؟ فنربطش كده، ده الثلاثه التوب. ترابزون يعني كده ترابزون اتكلموا، كنت قاعد، فكان قاعد مساعد المدرب صاحبي. نعم. والمدرب اللي ماسك ترابزون صاحبي، فكانوا بيتكلموا عليه، هو كان بيلعب فين ومنتخب مصر فهو ممكن يقدر يجينا، بس في شرط في عقده. المشكلة عند تريزيجيه ان هو عنده شرط في عقده كتير يعني. نعم. طب بالنسبة لجلاتا سراي وبشكتاش وفنار باتشا يدفعوا لهذا المقابل. يدفعوا هو عشان يمشي، بس تريزيجيه عنده 4 مليون او 5 مليون يورو عشان يمشي بس. بالنسبة له يا كابتن عبد الظاهر انه يجي وهو بالنسبة له يلعب بقى فرقة كبيرة ويروح يلعب في دوري ابطال اوروبا. انا اتكلمت مع تريزيجيه كان طموحه انه يرجع انجلترا، يروح انجلترا. وده اللي لسه عليه، وانا نصحته ان هو يستنى الكاس العالم. نعم. ويأدي بشكل كويس، ساعتها ممكن يتنقل دوري زي انجلترا، زي اسبانيا، زي الحاجات دي كلها. لكن بشكل كبير جدا هو راجل من احسن الصفقات اللي عملها قاسم باشا، وبيحسبوه من احسن الاجانب اللي دخلوا تركيا في فترة قصيرة جدا، أثر في الفرقة بشكل كبير جدا. كابتن عبد الظاهر في حالة انتقال تريزيجيه بشكتاش أو جلاتا سراي، الاثنين بيلعبوا دوري أبطال أوروبا، ما دي فرصة بالنسبة له إن هو برضه يروح دوري إنجليزي أو دوري أسباني. بشكل كبير ما هو يعني هو عنده كذا عرض، واتكلم معايا قلت له ما تحسنش الموضوع غير بعد كأس العالم. كاس العالم هو اللي هيكون. طب هم اتكلموا معاك هل في يناير، ولا اتكلموا معاك في الانتقالات الصيفيه؟ كانوا عايزينه في يناير تقريبا، والنادي عندهم رفض يعني بشكل كبير. بس بشكل كبير انا اكيد لك تريزيجيه بعد كاس العالم هيروح حته.
طيب بالنسبه لحجازي يا كابتن عبد الظاهر، ويمكن حجازي حتى بيلعب في نفس المكان اللي حضرتك كنت بتلعب فيه، هل حجازي بيتطور من وجهه نظرك في لقاء بعد لقاء، ابتدى ياخد خبرات اكبر، ابتدى يبقى مؤثر في فرقته؟ حجازي الفتره اللي راح ايطاليا فادته بشكل كبير، فادته بشخصيته، وحس خلي بالك تريزيجيه بيفكرني بمثلا شيكابالا يروح ويجي. يعني حجازي راح ايطاليا وبعد كده رجع مصر تاني، تمام، وبعد كده راح الدوري الانجليزي تاني. فهو دلوقتي عارف مدى واهميه اللي هو فيه وعاش الفترتين، هل انا كنت هنا كويس ولا بره كنت عايش كويس، او انا بلعب في ليفل معين وده ليفل معين. هو هنا طبعا كان بيلعب في نادي الاهلي، ونادي الاهلي بشكل كبير جدا كان بيلعب على مستويات افريقيا واعلى مستوى في افريقيا، لكن ما فيش شك ان حجازي اتنقل نقله ثانيه خالص الدوري الانجليزي. انا شايف مع تعثرات الفرقه بتاعته، لكن هو ماشي بشكل كويس جدا. النهارده خلي بالك كان قدامه تحدي لما واحد بيروح اعاره وبنيه البيع الناس دي بتشوف بتكتب البند ده ليه؟ نعم. بتبقى عايزه تتاكد ان هل استثماراتها في اللعيب ده هتبقى مجديه بشكل كبير؟ او هتبقى الراجل ده فعلا اللي احنا قلنا هنختاره ده هو فعلا استثمار كويس؟ فلما تاكدوا ان هو لعيب كويس، سنه كويس، راجل وصل لمرحله النضج، بيتكلم 27 سنه، فراجل ماشي بشكل كويس جدا. مشكلته الحقيقيه فرقته، مشكلته الحقيقيه لو فرقته ماشيه كويس كان زمان حجازي بشكل كبير كان زمانه، انا بقول ان هو اتلمع وبقى احسن من كده وراح فرق احسن، لكن بشكل كبير ماشي بخطوات ثابته. كابتن عبد الظاهر السقه نجم الكره المصريه واحد الاعمده الكبيره في الدوري التركي سابقا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عندنا تقرير مهم عن اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام. تقرير مهم جدا عن كل اللاعبين المصريين في الخارج ومدى مشاركتهم. خالد، يعني احنا اتكلمنا على حجازي وصلاح والنني وتريزيجيه، عايزين نتكلم على دلوقتي بقت في طفره ان العديد من اللعيبه انتقلوا الى الدوري السعودي. الدوري السعودي من الدوريات الجميله الصراحه ومصنفه على المستوى الاسيوي، اعتقد ان هو من افضل الدوريات في قاره اسيا من مستوى التنافس. وجهه نظرك في انتقال اللعيبه المصريين كتير هناك؟ انا الدوري السعودي الفتره دي بيفكرني بالدوري المصري قبل 2011. نعم. بيشهد طفرة قوية جدا، أغلب اللعيبة فيه لعيبة مش محترفة، لعيبة من أهل، يعني اللعيبة حتى اللي بيلعبوا في الدوري في منتخب السعودية لعيبة مش محترفين، لعيبة من اللي بيلعبوا في الدوري السعودي المحليين. بس بيقدموا مستويات عالية جدا، أبرزهم على الإطلاق دلوقتي هو حديث الشارع السعودي والمصري والعربي جميعا فهد المولد. نعم. لعيب قوي جدا. اذا نظرنا لفادي المولد وزملائه في المنتخب وزملائه في الدوري السعودي هنلاقي ان الدوري السعودي بينمو. طبعا سمو الامير ترك الشيخ عامل طفره في الدوري السعودي، ده حقيقي، مقوي الدوري ومخليه. الدوري السعودي كان دوري مهجور، كان الناس كلها تبص للدوري السعودي، ما فيش مدرجات، ما فيش جمهور، ما فيش اداء، ما فيش حاجه خالص. دلوقتي لا، دلوقتي في جمهور، في اعلام متابع ومهتم جدا بالدوري السعودي، في وسائل تواصل اجتماعي، سوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، تويتر، الحاجات دي بقت بتنقل الاخبار مش على الجانب المحلي فقط بس الدول العربيه كلها. يعني حتى احنا كنا بنتفرج مثلا على الاتحاد والهلال. بالظبط. بنتفرج على الاهلي دلوقتي والاتحاد. انت بقت بتتفرج على ماتشات كتير قوي، في ماتشات في الدوري السعودي انت بتحاول تتفرج عليها. الهلال والنصر ده ديربي برضو من ديربيات القويه، وحتى لو مستوى الفريقين مش عالي قوي، يعني لو في فرقه منهم مريحه شويه انت هتتفرج عليها عشان فيها لعيب مصري. نعم. انت هتتفرج عليها عشان خلاص بقت الانديه السعوديه فيها عندنا 9 لعيبه مصريين محترفين في 7 انديه سعوديه. نعم. 9 لعيبه، والتسع لاعبين مميزين، يعني احنا مش بنقول ان احنا بنخلص منهم عشان يروحوا يلعبوا، بالعكس ده هما لعيبه مميزه جدا كريمه، والدوري
ده يعني هتتكلم على شيكابالا ومتعب وحسام غالي ومصطفى فتحي وعصام الحضري كهربا وكهربا ومؤمن زكريا. لا يعني انا بقول على سبيل المثال وليس الحصر يعني ده هو خلاص كده ده هم التسعة خلاص احنا كده خلصنا. فاهم قصدي؟ تتكلم على لعيبه مهاريه لعيبه عندها خبرات لعيبه مخضرمه لعيبه دوليه. حتى مصطفى فتحي اللي هو يعتبر اصغر واحد فيهم لعيب دولي لعب منتخب شباب ولعب منتخب اولمبي ولعب كاس دوري ابطال افريقيا مع الزمالك وشارك تصفيات كاس عالم لعيب دولي وعنده خبرات وعنده مهارات فنيه عاليه. الدوري السعودي مش هيضيع احنا انا عايز اقول على نقطه بس الدوري السعودي اكبر نسبه محترفين في الدوري السعودي من الدوري من البرازيل. نعم اللعيبه البرازيليين 23 لعيب برازيلي في الدوري السعودي. نعم ان ما زادش في فتره الانتقالات الاخيره دي لاعب او اثنين او كده. فاهم قصدي؟ هل من المنطقي انه الدوري السعودي بكل الامكانيات اللي فيه وبالبرازيليين واسبان وناس كتير جدا بيلعبوا فيه هيتخلى عن مقعد محترف لصالح واحد مصري كده هباء منثورا يعني؟ لا اكيد طبعا. فاهم قصدي؟ هم بيجيبوا حد بيبقوا عارفين ان هو هيبقى بالظبط كده. ده ان دل على شيء يدل على اولا قيمه الدوري السعودي، ثانيا قيمه اللاعب المصري. نعم. انا شايف ان الدوري السعودي مشكورا فتح لنا باب جديد عشان خاطر نشوف لعيبه مصريه اكتر في الملعب. احنا النهارده مشي من الاهلي احمد الشيخ ومؤمن زكريا. صح؟ طلع لنا مكانهم حمودي وميدو جابر في اللقاء الاخير مثلا اسلام محارب. ميدو جابر انا كنت عايز اقول اسلام محارب بس كنت طلع لنا في اللقاء الاخير اسلام محارب. بس اسلام محارب بيشارك بقاله فتره وبيقدم اداء هايل. بس ميدو جابر اول مباراه يشارك فيها بجد ويتالق ويبدع ويورينا نفسه. فكره ان احنا ودينا ناس تحترف هو احتراف وفي دوري قوي جدا وفي نفس الوقت هيعود بمردود كويس على الدوري المصري واللعيبه المصريه ان هم هيبداوا يلعبوا بشكل اساسي. ده دليل كمان كهربا راح اتحجج ده رجع منتخب مصر على اعلى مستوى كان يصنع فارق في كاس الامم في حتى في تصفيات كاس العالم. مصطفى فتحي لما راح التعاون السعودي شفنا البديل بتاعه في الزمالك فبقى مصطفى فتحي بيلعب في السعوديه والبديل بتاعه بيلعب في مصر. حسام غالي في النصر حسام غالي بشكل كويس. هو انا عندي سؤال، حسام غالي لو كان لسه موجود في الاهلي هل كنا هنشوف عمرو السوليه؟ هل كنا هنشوف اسلام محارب؟ هشام محمد. هل كنا هنشوف هشام محمد؟ فالاحتراف فتح ابواب احتراف اللعيبه المصريين في السعوديه. نعم. فتح باب جديد الى ان احنا نشوف لعيبه تانيين في نفس المركز ونشوف الاثنين في نفس الوقت، يعني ما نستبدلش واحد بواحد، وده كله هينصب بالتاكيد بالنفع على منتخب مصر. نعم. لانه بعد 4 شهور من دلوقتي هنبدا نلم شنطنا ونروح على روسيا، فعايزين اكبر قماشه لكوبر، اكبر قماشه متوفره نعرف نختار منها البدله الحلوه اللي هنروح بيها روسيا. يعني انت بتؤكد ان انتقال اللعيبه المصريين الى الدوري السعودي ومشاركه اساسيا هي افضل تدعيم للعيبه اللي في سياق المنتخب القومي. قطعا قطعا، لانه الدوري السعودي مش دوري ضعيف. فاهم قصدي؟ وحسين الشحات، بس حسين الشحات راح الدوري الاماراتي، ده برضه هيفتح مجالات اخرى. الدوريات دي مش دوريات ضعيفه، يعني انا مش رايح الدوري الغاني، فاهم قصدي؟ مش رايح الدوري الماليزي، انا رايح دوري قوي في تنافس وفي جمهور، وفي دوري ابطال اسيا وفي فرق قمه وفرق قاع وتنافس شديد جدا هيخلق مساحات جديده ان شاء الله لمنتخب مصر. ناقدنا الرياضي الجميل خالد عامر اشكرك شكرا جزيلا، والصراحه كنت مشرفني ونورني وكانت حلقه ممتعه. اشكرك جدا، انا استمتعت معاك جدا وبستمتع كل مره ببقى معاك فيها. اشكرك جدا. ده كان اخر حوارنا مشاهدينا النهارده، تحدثنا على العديد من الامور. كل التوفيق لمحترفينا المصريين وايضا ان شاء الله للنادي الاهلي في لقائه يوم الاحد المقبل امام مصر المقاصه. حتى القاكم تحياتي شكر موصول لكل طاقم العمل وجمهور نادي الاهلي بصفه خاصه وكل الجمهور بصفه عامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.